بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 63. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام على قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. قد تقدم الكلام على بيان معاني هذه الآية الكريمة، والآن نرجع إلى بيان الأحكام التي تضمنتها هذه الآية بخصوص الصيام وغيره. فمن الأحكام التي تضمنتها هذه الآية، أولا فيها ثبوت النسخ، ثبوت النسخ في الشريعة الإسلامية. والنسخ معناه النسخ معناه عند الأصوليين هو نقل حكم بإثبات حكم آخر بدليل متراخ عنه. وذلك أن الله سبحانه يشرع بعض الأحكام لمدة معينة حسب ما تقتضيه المصلحة، ثم ينسخ ذلك بحكم آخر تكون فيه المصلحة أيضا. لأنه سبحانه وتعالى يعلم مصالح عباده وما يناسب لهم، فيشرع بعض الأحكام تشريعا مؤقتا ثم يحل محله حكما آخر يكون أنسب لهم في تلك الحال. وقد ينسخ الحكم إلى بدل، وقد ينسخه إلى غير بدل، وقد ينسخ الحكم إلى حكم أخف منه، وقد ينسخ الحكم إلى حكم أثقل منه، وهذا كله موجود في الشريعة. وأجمع عليه المسلمون أن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء. وفي الآية أيضا النسخ ذكرنا أنه حكم شرعي ثابت، ومثاله في هذه الآية إن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر جعل الصيام أطول وقتا من الصيام الذي استقر عليه الأمر، كان في الأول أطول، بحيث إنهم لا يفطرون ويأكلون ويشربون إلا فيما بين العشاءين، يفطرون عند غروب الشمس ويأكلون ويشربون، فإذا حان وقت العشاء
أمسكوا ثم إن الله نسخ ذلك وأباح لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، جعل الليل كله محلا للإفطار وجعل النهار محلا للصيام. فهذا نسخ من أثقل إلى أخف، والحكم الثاني في الآية دليل على أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يحلل ويحرم ويشرع إلا الله جل وعلا، لا شريك له في حكمه، فليس لأحد الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام بدون أن يشرع الله ذلك. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال في حق الذين يحللون ويحرمون من عند أنفسهم من غير دليل من كتاب الله، قال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال إنكم لمشركون بالله عز وجل، لأنكم اتخذتم مع الله من يحلل ويحرم، كما كان أهل الجاهلية يحللون بعض الأشياء ويحرمون بعض الأشياء من تلقاء أنفسهم، وهذا شرك، هذا شرك في التشريع. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى: ولرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون. قال سبحانه: إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حلال إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل ويحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. فالمرجع في معرفة الحلال والحرام ومعرفة الدين والأحكام مرجع في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ليس لهم حق
أن يحللوا ويحرموا بآرائهم ومن عند أنفسهم، وإنما العلماء يبينون ما حرمه الله ورسوله، يبينونه للناس، لا أنهم يخترعون من عند أنفسهم أشياء من الأحكام ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا أصل عظيم، إرجاع التحليل والتحريم إلى الله، هذا أصل عظيم ظل به كثير من الناس. فحللوا وحرموا من عند أنفسهم ما لم ينزل به الله سلطانا، وضيقوا على الناس في تحريم أشياء لم يحرمها الله، أو أنهم تجرأوا على المحرمات وأباحوها بآرائهم وأفكارهم. فهذا باب عظيم ينبغي معرفته والوقوف عنده، وأن من يتق الله ويخشى الله ويخاف الله إنه لا يتجرأ على أحكام الله بالتحليل والتحريم من غير دليل. ففي هذه الآية يقول أحل لكم ليلة الصيام. من الذي أحله؟ هو الله سبحانه وتعالى. والصحابة لم يتجرؤوا حتى أحل الله لهم ذلك فعملوا به. ثالثا، في هذه الآية بيان مفسدات الصوم، في هذه الآية بيان مفسدات الصوم، وهي الأكل والشرب والجماع. هذه أعظم مفسدات الصوم، فمن أكل متعمدا أو شرب متعمدا وهو صائم بطل صومه، ويأثم بذلك وعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء اليوم الذي أكل فيه أو شرب متعمدا. وكذلك من جامع زوجته وهو صائم فإنه يبطل صومه، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده، وتجب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار. لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فتصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع، وهل أوقعني إلا الصيام؟ قال: تطعم 60 مسكينا
قال لا أستطيع، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زنبيل فيه تمر، فقال خذ هذا تصدق به، يعني كفر به عن نفسك. قال وعلى أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال خذه فأطعمه أهلك. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة عن الجماع في الصيام. والمفطرات التي تبطل الصيام على نوعين: النوع الأول ما يدخل إلى الجوف، ما يدخل إلى الجوف من أكل أو شرب أو ما في حكم الأكل والشرب، فالذي يدخل إلى الجوف إما طعام وإما شراب وإما ما يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية والإبر الوريدية التي تؤخذ عن طريق الوريد، فهذه تفطر الصائم لأنها تدخل إلى الجوف ويتغذى بها الجسم. وكذلك حقن الدم في الصائم، إذا حقن به دم للإسعاف لضعف دمه، فإذا أسعف بالدم وحقن فإن هذا يبطل صيامه، لأن هذا بمعنى الأكل والشرب، أنه يغذي الجسم. وكذلك تناول الأدوية، ابتلاع الأدوية كالحبوب الدوائية وكالشراب، شراب الدواء، إذا شرب شيئا من الأدوية أو ابتلع شيئا من الأدوية وهو صائم فإن هذا يفسد صيامه. وكذلك الحقن في المريض، الحقنة التي يأخذها عن طريق الشرج تحقن في المعدة، أدوية وماء يحقن في المريض ويدخل في جوفه، هذا أيضا يفسد صيامه. وإن قال بعض العلماء إنه لا يفسد، لكن الصحيح أنه يفسد، لأنه يدخل إلى الجوف ويسري مع العروق، فهو بمعنى الأكل والشرب. ومثله الغسيل، غسيل الكلى المصاب بالفشل الكلوي، وقانا الله وإياكم شره وشفى من ابتلي به، فالغسيل هذا أيضا يفطر الصائم، لأنه إدخال مياه وأدوية إلى الجوف فهو يفطر الصائم. فالذي يغسل وهو صائم
يقضي هذا اليوم، ولا بأس أن يعمل هذا لأنه مريض بحاجة إلى الغسيل، فهو مريض يحتاج إلى الغسيل يفعله، مرخص له فيه وهو صائم، لكن يقضي هذا اليوم. وكذلك المناظير، اتخاذ المناظير للمريض عن طريق الحلق أو عن طريق الشرج والدبر، لأن هذه المناظير يصحبها أدوية ويصحبها ماء تدخل إلى جوف الإنسان، ومعها بعض المواد الطبية، فهذه تفسد الصيام. وللمريض أن يفعلها لأنه مريض، والله رخص للمريض بالإفطار في نهار رمضان، فإذا احتاج إلى عمل هذه المناظير ولم تقبل التأجيل إلى الليل فلا بأس أن يأخذها، ويعتبر مريضا ومعذورا، لكن يقضي هذا اليوم. هذه الأشياء التي تدخل إلى الجوف وهي الشيء الأول. الشيء الثاني ما يخرج من الجوف، ما يخرج من الجوف أشياء تفطر الصائم إذا أخرجها من جوفه، وذلك مثل الاستفراغ، الاستفراغ عن طريق الفم وهو القيء. القيء هو الطعام والشراب الذي في المعدة يخرج عن طريق الفم ويسمى بالقيء أو الاستفراغ. هذا له حالتان: الحالة الأولى إذا أصاب الإنسان بدون اختياره، إذا استفرغ بدون اختياره غلبه القيء فخرج فلا شيء عليه ولا يؤثر ذلك على صيامه لأنه لم يتعمده. الحالة الثانية أن يفعله هو باختياره، أن يتقيأ هو أو يستفرغ هو باختياره، فهذا يفسد عليه الصوم لأنه أخرج من أخرج من جوفه ما يغذيه ويقويه على الصيام، فيفسد صيامه بذلك. ومن ذلك دم الحجامة، سحب الدم الكثير بالحجامة أو بسحب الدم بالوسائل الطبية المعروف الآن، سحب الدم من الإنسان وهو صائم يفسد صيامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولأن إخراج الدم من الجسم يضعفه، أخرج ما به يتقوى على الصيام وهو الدم، فلا يجتمع عليه الإضعاف بالصيام والإضعاف بسحب الدم. الحجامة تفطر الصائم بالنص، وأما السحب فيفطر الصائم بالقياس على الحجامة لأنه نوع من الحجامة وهو مثل الحجامة. فإذا سحب من الصائم دم كثير للإسعاف أو للتبرع بالدم
فإن هذا يفسد صيامه. أو عن طريق الفصد، فصد العرق يفصده ثم يخرج منه دم كثير، هذا يفسد صيامه، لأن هذا مثل الحجامة التي ورد بها النص. وأما الدم اليسير، إذا أخذ من الصائم دم يسير للتحليل، عينة للتحليل وهي دم يسير، هذا لا يؤثر لأنه ليس مثل الحجامة، النقطة والنقطتان وما أشبه ذلك لأجل التحليل، هذا لا يؤثر على الصائم. لكن لو انجرح الصائم، الصائم انجرح خرج منه دم كثير، لا يؤثر على صيامه لأن هذا بغير اختياره. كذلك لو أصيب برعاف، لو أصيب برعاف طريق الأنف خرج منه دم كثير، هذا لا يؤثر على صيامه لأنه ما فعله باختياره، وإنما هو بغير عمل منه. كذلك لو خلع ضرسا، في ضرس يؤلمه ولا يستطيع الصبر إلى الليل، خلع الضرس، يجوز أنه يخلع الضرس وهو صائم، ولكن يتحفظ من ابتلاع شيء، يتفل ما حصل في فمه من آثار خلع الضرس، ولو نزف منه دم بسبب خلع الضرس فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، مثل الجريح. ومما يبطل الصوم مما يخرج من الجسم الشهوة، الشهوة إذا جامع أهله فأنزل، أو عمل العادة السرية فأنزل المني، فإذا أنزل المني بشهوة سواء بجماع أو باستمناء أو بنظر، كرر النظر فأنزل، فإن هذا يبطل صيامه. ومن ذلك ما ابتلي به بعض الناس من النظر في التلفزيون والشاشات الفضائية التي تبث شيئا من العري ومن الفواحش، فينظر إليها بعض الناس فتتحرك شهوته وربما ينزل، هذا يفسد صومه، يبطل صومه لأنه خرجت منه الشهوة وخرج منه المني الذي هو قوة لبدنه. والله سبحانه وتعالى يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الجماع في الليل خاصة، فدل على أن الصائم ممنوع من الجماع. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا في الصائم: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فإذا جامع الصائم أو استمنى أو كرر النظر إلى ما حرم الله فأنزل، فهذا لم يترك شهوته، هذا مثل الذي أكل أو شرب متعمدا، يبطل صيامه.
أما لو احتلم صائم احتلم وأنزل للاحتلام فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. لو فرضنا أن إنسانا نام وهو صائم فاحتلم وأنزل فلا حرج عليه، صيامه صحيح لأن هذا بغير اختياره. إنما الكلام الذي فعل هذا باختياره، فهذا كما سبق إذا كان إنزاله المني، إذا كان إنزاله المني بجماع فهو يبطل صيامه ويلزمه القضاء وتلزمه الكفارة المغلظة. ومما يبطل الصيام وهو يخرج من البدن الحيض، خروج دم الحيض وخروج دم النفاس من المرأة، هذا يبطل الصيام، فلا يصح للحائض ولا للنفس صيام، ولا يجوز لهما أن تصوم في حالة الحيض والنفاس، لأن الصيام لا يتناسب مع خروج الدم الكثير من المرأة، لأن هذا يضعف بدنها عن الصيام فخروج الدم. ولذلك لا يجوز للحائض ولا للنفس أن تصوم، وإن صامتا لم يصح صيامهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لما قالت لها امرأة: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن اللي يسأل مثل هذا السؤال هم الخوارج، تكلفون الأسئلة والعياذ بالله. قالت: لا، لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن المسألة مسألة دليل، ما هي مسألة عقل ولا تفكير. وقلنا من الأول أن التحليل والتحريم حق لله، لا يجوز لأحد أن يتدخل في الأحكام الشرعية بفكرها وعقله. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة مسألة دليل، والحكمة والله أعلم أن الصلاة لما كانت تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات خفف عن الحائض فلم تؤمر بالقضاء، وأما الصوم فهو لا يتكرر فلا يشق القضاء، والدين جاء باليسر والسهولة ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه أنواع المفطرات: الأكل، الشرب وما يلحق بهما، والجماع وما يلحق به من الحجامة وغير ذلك مما هو قوة للبدن ويخرجه الصائم وهو صائم، فهذه الأمور تفطر الصائم، منها ما هو بالنص والإجماع ومنها ما هو بالقياس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد، بارك الله فيكم سماحة الشيخ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الصبيحة، يقول السائل: أحرم رجل من أبيار علي، ولما وصل إلى مكة اغتسل بالصابون وكانت له رائحة، ثم أدى العمرة، فهل عمرته صحيحة أم لا؟ وماذا يجب عليه؟ وجزاكم الله خيرا. عمرته صحيحة إن شاء الله، وأما اغتساله بالصابون فننظر، إن كان الصابون له رائحة، له رائحة طيب، فلا ينبغي له أن يستعمله، لكنه استعمله جاهلا، والجاهل لا يؤاخذ، يعذر بالجهل. أما إن كان الصابون ما له رائحة فلا مانع، لا مانع أن المحرم يغتسل ويتنظف ويستعمل الأشياء المنظفة التي ليس فيها رائحة طيب. أما إن كان فيه رائحة طيب فإن المحرم يتجنب ما فيه رائحة الطيب، ولكن هذا فعله جاهلا، والجاهل لا يؤاخذ، لكن لا يعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد نسيت شوطين في السعي، ماذا أفعل؟ عليك أن تعيد ملابس الإحرام عليك كما كنت محرما في الأول، تعيد ملابس الإحرام وتخلع المخيطات، ترجع وتكمل السعي، تبني على ما مضى من الأشواط وتكمل، ثم تقصر من رأسك أو تحلق رأسك، ثم تلبس ثيابك. نعم. يقول السائل: ما حكم من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وفي الأخير يموت وهو تارك للصلاة؟ مع التفصيل حفظكم الله. من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الله جل وعلا يقول في حق أهل النار: ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فبدأوا بأنهم لا يصلون، هو السبب الذي أدخلهم النار. ثم قال في ختام الآيات: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فتارك الصلاة كافر، لأن الذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر، أما المسلم فتنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، ومعنى هذا أنه كافر. فترك الصلاة متعمدا كفر مخرج من الملة. يقول بعض السلف: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الصلاة يرون أن من تركها فقد كفر. وإذا مات الإنسان وهو لا يصلي فإنه كافر، مات على الكفر، فلا يغسل ولا يكفن
ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات كافرا والعياذ بالله. سواء ترك الصلاة نهائيا أو ترك بعض الفروض، يصلي بعضا ويترك بعضا، تارك لصلاة واحدة متعمدا مثل تارك كل الصلوات. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، ولم يقل على بعض الصلوات. التارك لبعض الصلوات مثل التارك لكل الصلوات، الحكم واحد إذا كان متعمدا. نعم. يقول السائل: هل من جاء بنية العمرة وأدخل فيها نية المتاجرة هل ينقص من أجره شيء؟ لا بأس على الحاج والمعتمر أن يتاجر وأن يبيع ويشتري، لا مانع من ذلك، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا في الحج، لأن بعض الصحابة تحرجوا من البيع والشراء في موسم الحج، فأنزل الله هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تطلبوا الرزق وأنتم في الحج. يجوز للحاج أنه يؤجر نفسه، ويجوز أنه يبيع ويشتري في موسم الحج، ويجوز للمعتمر أيضا أنه يؤجر نفسه وأن يشتغل وأن يطلب الرزق وهو معتمر، وأن يبيع ويشتري، هذا من طلب فضل الله سبحانه وتعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أن تطلبوا الرزق وأنتم في الحج أو في العمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي يستمني وهو صائم عليه كفارة؟ الذي يستمني وهو صائم ليس عليه كفارة، لكن يبطل صومه وعليه الإثم، فيجب عليه التوبة إلى الله، ويجب قضاء اليوم الذي استمنى فيه. والكفارة إنما تجب بالجماع خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قدمت إلى مكة وأنا متعب، فنمت واستيقظت ولم أدري هل أذن الفجر أم لا، فاعتقدت أنه ما زال على الأذان حوالي 10 دقائق، فشرعت في الطعام وفجأة سمعت إقامة الصلاة، فهل أنا مفطر مع العلم أنني أتممت الصيام؟ نعم، يلزمك إتمام الصيام، لكن عليك قضاء هذا اليوم، لأنك أكلت وشربت بعد طلوع الفجر، أكلت وشربت بعد طلوع الفجر، وكان الواجب عليك أن تسأل من حولك حتى تعرف الوقت، أو تنظر في الساعة، ساعات كثيرة على الحيطان، وعلى تنظر أو تسأل من حولك، أنت المفرط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذهب الإنسان إلى جبل الطور أو جبل نور مثلا بنية الاستطلاع فقط لا بنية العبادة، هل هذا غير مشروع أو جائز؟ إذا ذهب إلى جبل النور أو إلى أي مكان بقصد الاستطلاع فقط لا حرج عليه في ذلك، لكن القصد الذي يذهب إلى جبل النور أو غيره بقصد العبادة ويرى أن هذا فيه أجر فيه ثواب، هذا هو الممنوع. أما إذا ذهب من باب الاستطلاع فقط ولا يقصد بذلك عبادة فهذا لا حرج فيه، لكن يضيع عليه الوقت، كونه يجلس في المسجد الحرام ويتعبد أحسن من كونه يروح هنا وهنا يقول علشان الاستطلاع. هو جاي العبادة، هو جاي والمكان مكان عبادة، ومكان والزمان زمان عبادة، فلا يفرط فيه ويروح هنا وهنا بقصد الاستطلاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل:
هل لمس النساء بدون قصد وبدون شهوة من نواقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاث أقوال. قول الأول أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثاني أن مس النساء ينقض الوضوء مطلقا، قوله تعالى أو لامستم النساء، على أن الملامسة اللمس باليد. وأهل القول الأول يقولون لا، الملامسة معناها الجماع وليس اللمس باليد. القول الثالث وهو قول الحنابلة أنه إن مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه، وأما إن مسها بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. يقول السائل: رجل استمتع مع زوجته في نهار رمضان ولكن بدون قذف أو إلاج ولمدة 9 أيام، فما الحكم وماذا يفعل؟ إذا كان استمتع بدون إلاج وبدون إنزال فإنه يأثم بهذا، لكن صيامه صحيح لأنه لم يحصل منه جماع ولم يحصل منه إنزال مني، فصيامه صحيح، لكن يأثم بالرفث الذي هو مقدمات للجماع كاللمس والقبلة والكلام، هذا يأثم به الصائم، لكن صيامه لا يبطل بذلك. الصيام لا يبطل إلا بأحد أمرين: إما بإنزال المني، وإما بالجماع وهو الإيلاج في الفرج. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال قطرة الأنف للصائم؟ لا تجوز القطرة في الأنف للصائم لأنها تذهب إلى الحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء خشية أن يذهب الماء إلى حلقه. والقطرة تذهب إلى الحلق، إذا وضعتها في فمك ذهبت إلى الحلق، فلا تستعملها وأنت صائم. نعم. يقول السائل: بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير فجاءني بائع روائح متجول بوضع رائحة على يدي، هل العمرة صحيحة؟ نعم، العمرة صحيحة، وإذا كان وضع الطيب عليك بغير طلب منك وبغير اختيارك ألا حرج عليك. نعم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف ساعة أو ساعتين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الاعتكاف ليس له حد، ليس له حد، يكون ساعة ويكون ساعتين ويكون يوم يومين عدة أيام، ليس له حد، لكن كلما طال الاعتكاف فهو أفضل. نعم. يقول السائل: أديت العمرة عن نفسي والحمد لله، وأديت العمرة عن عمي المتوفى، وأريد أن أعمل عمرة لأختي المتوفية، هل يجوز وما هي المدة بين كل عمرة؟ نحن قلنا وكررنا إن الأفضل لك أن تبقى في المسجد الحرام ولا تخرج لطلب العمرة، لأن هذا يفوت عليك فضائل كثيرة، فبقاؤك في المسجد الحرام للطواف والصلاة وقراءة القرآن والاعتكاف تسبيح والتهليل وذكر الله أفضل لك من العمرة، هذا هو الذي نراه لك ولغيرك من إخواننا المسلمين. والعمرة إذا أردت أن تعتمر لنفسك أو لغيرك، إذا جئت مرة ثانية إلى مكة فاعمل عمرة. نعم. يقول السائل: بعدما أكملت الطواف ذهبت إلى السعي ولم أصلي ركعتين بعد الطواف، ولم أغتسل أو أتوضأ من بئر زمزم، ولم أذكر ذلك إلا بعد الخروج من المسجد،
ولم أترك ذلك إلا نسيانا فقط، أفيدونا جزاكم الله خير. أولا، صلاة الركعتين بعد الطواف سنة ليست بواجبتين، فمن تركهما فلا حرج عليه وطوافه صحيح، لكن كونه يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد أفضل، كونه يصلي ركعتين بعد الطواف أفضل ولو تركهما فلا حرج عليه. وأما قضية زمزم، المشروع هو أن تشرب منها فقط، المشروع أنك تشرب منها وتتضلع منها إذا كنت مفطرا، أما إذا كنت صائما فلا يجوز أنك تشرب من زمزم، ولا يشرع أنك تغتسل من زمزم أو تتوضأ من زمزم قبل السعي، هذا ما هو مشروع. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنائز إلى القبور وبينها؟ ما حكم صلاة الجنائز إلى القبور؟ لا بأس بصلاة الجنازة على القبر، إذا فاتك الصلاة على الميت قبل الدفن فلا بأس أن تصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن بعض أصحابه ولم يصلي عليه، ذهب إلى قبره وصلى عليه، فالصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه قبل الدفن مشروعة ومطلوبة، وليست من الصلاة المنهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. هذه الصلاة غير صلاة الجنازة، صلاة الجنازة مستثنات. نعم. يقول السائل: هل على أهل مكة عمرة في رمضان للحصول على الأجر الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العمرة في رمضان تعدل حجة معي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا وكررنا إن البقاء في المسجد الحرام لأهل مكة وغيرهم من القادمين، البقاء في المسجد الحرام أفضل من الخروج للعمرة. خروج للعمرة جائز لا بأس، ولكن البقاء في المسجد الحرام أفضل. نعم. يقول السائل: قتلت قطة وأنا راكب في السيارة وأنا صائم، فهل علي فدية أم لا؟ إن كنت متعمدا فعليك الإثم، عليك الاستغفار والتوبة ولا تعود لمثل هذا، أما إذا كنت غير متعمد فلا شيء عليك. نعم. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في المداومة على الدعاء برفع اليدين بعد كل صلاة مفروضة؟ الدعاء مشروع بعد الصلوات المفروضة والنوافل، لكن رفع اليدين إنما يكون بعد النافلة، أما بعد الفريضة فلا ترفع اليد بالدعاء، يدعو بدون أن يرفع يديه بعد الفريضة. نعم. يقول السائل: رجل أوصى بقطيع غنم بعد موته أن هذا القطيع يكون للأضاحي، فما العمل علما بأنها كثيرة؟ هل تنفذ الوصية أم تباع وتجعل في مصارف الخير؟ ليس له أن يوصي إلا بالثلث، لا تنفذ الوصية إلا بالثلث، وما زاد عن الثلث فإنه للورثة، إلا إذا أجازوا، إذا أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث فلا بأس، أما إذا لم يجيزوا فليس للميت إلا الثلث فأقل، وتصرف كما أوصى بها، تذبح أضاحي كما أوصى بها، تنفذ الوصية، لأن ذبح الأضاحي قربة إلى الله عز وجل فيه أجر، فتنفذ وصيته بذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم من صلى إلى غير القبلة وبعد مرور يوم على هذه الصلاة تبين له ذلك، فهل عليه قضاء هذه الصلاة؟ إن كان في البلد أو عنده أحد يخبره عن القبلة وتساهل وفرط فعليه الإعادة، أما إذا كان في بر ولا عنده أحد يبين له جهة القبلة واجتهد وتحرى وصلى، صلاته صحيحة ولو تبين له بعد ذلك أنه إلى غير القبلة، لأنه فعل ما يستطيع
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو فعل ما يستطيع، صلى واجتهد، صلاة صحيحة. قيل: ونزل في ذلك قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نزلت في قوم مسافرين اجتهدوا وتحروا القبلة وصلوا، ثم تبين لهم في النهار أنهم إلى غير القبلة، فأنزل الله هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أما الإنسان الذي في البلد عنده المساجد والمحاريب وعنده الناس يسألهم ولكنه فرط ولم يسأل، فهذا يعيد الصلاة لأنه تساهل، ليس له حق أنه يجتهد، لأن عنده علامات القبلة واضحة، ما يحتاج إلى اجتهاد. يذهب إلى المسجد يشوف المحراب، أو يسأل من حوله من المسلمين عن جهة القبلة. نعم. يقول السائل: سعيت 4 أشواط وانتقض وضوئي، فذهبت فتوضأت فرجعت وأعدت السعي من جديد، هل في ذلك شيء؟ السعي ولا الطواف؟ سعي. ما هو بلازم تعيده من جديد، تبني على الأشواط، تبني على الأشواق، لأنه لا يشترط للسعي الطهارة. أما لو كان في الطواف، نعم، هذا لابد من الاستئناف، لأنه يشترط للطواف الطهارة. نعم. يقول السائل: هل سماع الغناء والمعازف تعمدا يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام، لكن يحصل به الإثم، يأثم الصائم بسماع الأغاني والمعازف والغيبة والنميمة والأشياء المحرمة، هذه تنقص ثواب الصائم أو تذهب بالثواب كله، ولا يبقى له ثواب في صيامه كما يأتي إن شاء الله. فيتجنب سماع الأغاني والمعازف والمزامير سواء كان صائما أو غير صائم، هذا حرام دائما، ولكن الصائم أشد، لأن هذا يؤثر على صيامه. نعم. يقول السائل: ما حكم وما الحكم في الرجل باشر أهله حتى جاءه المذي وهما صائمان؟ هذا أخطأ ويأثم بهذا العمل، ولكن مجرد المذي لا يبطل الصيام، خروج المذي لا يبطل الصيام على الصحيح، إنما الذي يبطل الصيام خروج المني بشهوة، هذا هو الذي يبطل الصيام، أما المذي فهذا خروجه لا يبطل الصيام. نعم. يقول السائل: هل شروط لا إله إلا الله شروط صحة أم شروط كمال؟ شروط صحة. شروط لا إله إلا الله شروط صحة، لا تنفع قائلها إلا بهذه الشروط، فإن قالها بدون هذه الشروط أو بدون بعضها فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، 7 شروط. نعم. يقول السائل: هل تصح إمامة المسبل وإن كان حافظا للقرآن؟ نعم. هل تصح إمامة مسبل الإزار؟ المسبل نعم، المسبل تصح إمامته على الصحيح، لكن يأثم على الإسبال، تصح مع الإثم. نعم. ولا ينبغي، ما ينبغي أنه يقدم في الصلاة إنسان مسبل أو يجعل إماما للمسجد، ما ينبغي هذا، لكن لو وجده يصلي وصلى معه فصلاته صحيحة. نعم. يقول السائل: هناك إمام يقنت في صلاة الفجر دائما، فهل نتابعه برفع الأيدي والتأمين أم لا؟ قنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة غير مشروع عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل فقط، النوازل. أما المداومة عليه فليس هذا سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ولا مانع أنك تصلي خلف إمام يقنت في جميع صلاة الفجر، ما في مانع تصلي خلفه، ولا مانع أنك تتابعه أيضا في القنوت، وإن كررت ربنا ولك الحمد كررتها عدة مرات فهذا أحسن من متابعته، لكن الصلاة خلفه صحيحة والحمد لله. لأن هذا يراه بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله، فتصلي خلفه لا مانع، لا مانع يصلي الحنبلي خلف الشافعي والشافعي خلف الحنبلي والحنفي والمالكي، أهل المذاهب الأربعة ولله الحمد يصلي بعضهم خلف بعض ولو كانوا يختلفون في بعض المسائل عن اجتهاد، لا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل: من نصح أهله في إخراج زكاة الفطر طعاما وأصر على إخراجها نقدا، هل يخرج هو عن نفسه؟ نعم، يخرج عن نفسه طعاما ولا يوافقهم على النقود، لأن النقود لا تكفي عن زكاة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الطعام، والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر بالنقود وإنما أمر بالطعام خاصة. فإذا كانوا يخرجون النقود فأنت لا توافقهم، أخرج فطرتك من الطعام. نعم. يقول السائل: اعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر لأمي علما أنها حية. إذا كانت نشيطة وتقدر على أن تعتمر بنفسها فلا تعتمر عنها، إنما العمرة عن العاجز الذي لا يستطيع السفر ولا يستطيع القدوم إلى مكة، ولا يرجى أنه يستطيع فيما بعد لكونه كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا. أما الإنسان الصاحي والذي يقدر على المجيء فهذا لا يناب عنه في الحج ولا في العمرة، بل يأتي هو إذا تيسر له يأتي هو، وإذا لم يتيسر له فلا شيء عليه، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الذي لا يستطيع لا شيء عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.